أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يحتج الصوفية بحديث سؤال الملكين في القبر بقولهم من ربك، على أن معنى التوحيد المطلوب هو توحيد الربوبية، فكيف الجواب عن هذا؟ يا سبحان الله، وما دينك؟ ورخ الله، ورخ الله، وما دينك؟ هذا هو التوحيد، من ربك وما دينك، هذا هو معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يأخذ كلمة ويترك الباقي. نعم.